كابتن رضا هسألك شوية أسئلة سريعة كده برضو في الآخر يعني. لو قلت لك أخيرك الموسم الجاي ما بين فوز بثنائية جديدة وما بين بطولة إفريقيا تختار إيه؟ أختار التلاتة. تمام. تسجل آخر نقطة في شوط خامس ولا تطلع أعلى مسجل نقاط وفريقك كسبان 3-0؟ لا أسجل آخر نقطة في شوط خامس. وده DNA الزمالك أعتقد يعني. طيب. لو في إيدك تضم لاعب واحد بس من الأهلي حاليا تختار مين؟ أحمد سعيد. لو بتلعب كورة بقى بتلعب كورة أصلا ولا يعني ساعات كده يبقى مركزك إيه كان لو كنت بتلعب كورة؟ ممكن أقف جون أو ممكن ألعب مهاجم عشان ألعب بالهد وبتاع. أكتر لاعب بتطمن وهو جنبك سواء في النادي أو في المنتخب؟ لا مفيش لاعب طبعا. أنا طول ما أنا موجود وسط فرقتي دول هما دول ظهري يعني. يعني هما دول اللي بيطمنوني. هما دول أي حد بيطلع من الملعب وحتى أني بيخش مكانه ما بقاش فيه فرق يعني. أصعب حائط صد لعبت ضده في مصر وبره؟ في مصر محمد عادل طبعا بتاع الأهلي ده طبعا لعيب ممتاز جدا. بره مصر في المنتخبات بقى الكبيرة بقى إيطاليا البرازيل طبعا الموضوع بيبقى صعب يعني. تمام. تحقق مركز متقدم في بطولة العالم ولا الأولمبياد لو الموضوع باختيارك يعني؟ لا أولمبياد طبعا. الأولمبياد طبعا لأن الأولمبياد أعلى حاجة ممكن الرياضي يوصل لها يعني.